طبعا املنا كبير ان يكون المحافظ الجديد للمحافظه يهتم بالجوانب الشبابيه اولا، وثانيا الجوانب الصحيه بنفس الوقت، وان تكون هناك متابعات جديه فعلا للمستشفيات، للاوبئه، للجوانب تنظيف المدينه بشكل عام، وكذلك ان يحتضن جميع شبابنا يعني، حتى تكون المحافظه باجمل صوره وباجمل واتى وافضل وجه لها ان شاء الله. ان شاء الله المحافظ الجديد مستقل وبعيد عن الاحزاب، ونتمنى من المحافظ الجديد يخلي الانظار على ذول الشباب اللي ما متعينين يعينهم، ويسوي لنا المحافظه جميله، وان شاء الله كل التوفيق. انجازاته هواي هواي الريده يسوي، يعني احنا محتاجين هواي للمحافظه. مثل هذا الجسر قلت لك عليه، الجسر مال الدبيسات، يعني صاير له تقريبا 13 سنه هو ما كامل وجاي نعاني من هذا الشيء. اتمنى من السيد المحافظ يعني يقوم بالمشاريع المتروكه سابقا يتمناها، مثلا قدر الامكان يعني البنيه التحتيه، الجسور، مثلا زخم الازدحامات هاي ما شاء الله، يعني كثره السيارات، هم ما يقصرون يعني اخسركم بصراحه، غير ما يقصرون، بس البنيه التحتيه مو هالقد عندنا، يعني شوارع مهمله بصراحه، يعني شيء واقع، الخدمات تشتغل مو ما تشتغل، بس كثره النفايات يعني يريد خدمه تكون اكثر من لازم، اكثر من الاول ان شاء الله. تحيه طيبه لكم، ان شاء الله المحافظ الجديد يكون مستقل ويكون عند حسن ظن المحافظه، ان شاء الله نريد يصلح يكون مستقل عن الاحزاب، ما اريد الحزب فلان وحزب فلان وما يشتغل ويخليها المنطقه تعبانه. هاي مناطق انفتحت بدون خدمات، فنريد خدمات، نريد مثل خدمات يفتح شوارع يوصل لها كهرباء، هواي خدمات ناقصنا، فاحنا نريد من المحافظ ان شاء الله ما يشتغل الجهه عن حساب جهه ثانيه، نريد الكل المحافظه ويكون منصف محافظته.